طيب خلينا نطلع نشوف ماذا قال لاعبو النادي الاهلي عن بيرسيتاو ونرجع نكمل مع حضراتكم. بيرسي مش محتاج مثلا اللي هو مثلا لسه يجي ينسجم او اي حاجه، لا يعني بيرسي لعيب كبير قدر يدخل في وسطينا على طول من اول يوم في التمرين، وهو دخل على طول لكنه واحد موجود بقاله كتير، حتى اول مباراه ليه قدام الاسماعيلي اللي هو يجيب جونين وبعدها يصنع ويجيب، فكان ماشي كويس جدا، ماشي معانا كويس في كام مباراه اللي هو لعبها، فهو لعيب كبير، فاللي هو ما كانش محتاج اللي هو انسجام ولا اي حاجه، لا لا هو دخل على طول في وسطينا، واحنا كمان قدرنا ان احنا نعمل كده، لان احنا اي حد بيجي ما بنعتبروش جديد، فدي حاجه كانت كويسه، فالحمد لله ربنا يكرمه طبعا، وبقول له كمل زي ما انت ان شاء الله، واحنا وراك والجمهور وراك، وان شاء الله تعمل حاجه كويسه معانا ان شاء الله السنه دي. لا والله يعني من اهم المميزات بتاعته اللي هو يعني بيعرف يتحرك من غير كوره، فدي ميزه فيه كويسه جدا، فدايما تلاقيه بيتحرك ورا المدافعين على طول، سواء بيلعب وينج او سواء بيلعب فرد او بيلعب اي مكان، تلاقيه بيتحرك في اي مكان، فدي ميزه فيه جدا، فدي حاجه كويسه جدا فيه، بتريح اللعيبه دايما اللي حواليه، فدي حاجه كويسه جدا يعني. شخصيه حلوه، بيجي يفضل قاعد في الاوضه شويه بعد كده يروح يدخل الجيم او يجي، فما تشوفوش اصلا يعني، انت لما بيجي الاوضه بيقعد شويه بعد كده ما تشوفوش تاني الا بعد في التمرين مثلا. مستوى انا كغني عن التعريف طبعا، هو لعيب محترف واضافه كبيره لينا هنا في التيم، احنا جايين صفقات جديده مع بعض، بس هو دلوقتي قدم اضافه، واكيد جماهير النادي الاهلي دلوقتي بتثق فيه ثقه كبيره وبتنتظر منه المزيد، ولان احنا داخلين على بطولات كتير وان شاء الله تبدا بالسوبر ونقدر نسعد جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. هو لعيب محترم، دي اهم حاجه، والنادي الاهلي ما بيقبلش الا باللعيبه المحترمه، وبعد كده بتفكر في الموهبه، لا هو لعيب محترف ولعيب وعارف هو بيعمل ايه، ومميز في حاجات كتير، السرعه والقوه، وبيعرف التحركات يتحرك كويس، خاصه ان هو كان شغال برده مع مستر موسيماني في سان داونز، فاكيد يعني دي يعني قربت المسافات هنا في واثرت، ما اثرتش على الاداء بتاعه يعني. لا انا بتمنى له التوفيق ان شاء الله، وهو اضافه كبيره للنادي الاهلي، واتمنى ان شاء الله يكلل ببطولات ان شاء الله في الفتره الجايه. اقول له كمل وعلى نفس المستوى واعلى، عشان جماهير النادي الاهلي ما بتقبلش باي حاجه غير البطوله ان شاء الله. طيب ده كان طبعا اليو ديانج، وهقول لحضراتكم يعني اليو ديانج من الناس اللي او قال في كلامه عن بيرسيتاو ان هو زميل وصديق، وان هو بيسنده من جوه الملعب وبره الملعب، وهما الاثنين بياخدوا مغامره مع بعض في مصر، ولازم الاثنين دايما بيساعدوا بعض، وان بيرسيتاو هيجيب اهداف كتيره جدا مع النادي الاهلي، وان بيرسي بيساعد الفريق من اول ما جه لغايه دلوقتي، وهيساعد الفريق خلال الفتره اللي جايه، وهو بيتمنى له الافضل. ده اليو ديانج عشان الترجمه.